الفتاح السيسي، ورسالة للسيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. احنا من حقنا كجماهير زمالك نعرف اللي بيحصل لنادي الزمالك ده بيحصل ليه، وايه سبب ان المشاكل اللي حصلت لنادي الزمالك في التوقيت ده بالذات، بعد ما الزمالك وقف على رجله ورجع سيادة المستشار تاني للإدارة، وابتدى الزمالك ياخد بطولات وابتدى يعمل صفقات وابتدى يرجع تاني بفخامته زي الأول. احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل لنادي الزمالك ده، وليه بالظبط، ليه المحن المقصودة دي بالظبط، ليه في التوقيت ده بالذات، ليه ما ظهرتش قبل كده ايام اللجان. احنا بندعم سيادة المستشار ضد الفساد، وبندعم كل مواقفه، وعايزين اللي لو حد ليه حاجة عند نادي الزمالك يطلع يقول انا ليا كذا بالمستندات، زي ما سيادة المستشار طلع بالمستندات الرسمية وقال ما حدش ليه عندنا حاجة. احنا ان شاء الله بندعمك يا سيادة المستشار، نادي الزمالك هيفضل نادي كبير وعظيم، وان شاء الله كلنا معاك وفي ظهرك بإذن الله. أنا محمد الشافعي، رسالة مني لسيادة الرئيس الأب الإنسان عبد الفتاح السيسي. نرجو من سيادتك يا سيادة الرئيس تدخل لحماية الزمالك ونادي الزمالك من بطش المدى وممدوح عباس اللي كانت فترة رئاسته سنوات خراب لنادي الزمالك. نرجو من سيادتك التدخل لحماية نادي الزمالك من المدعو ممدوح عباس، وكل الشكر والتقدير لسيادتك للمرة الثانية والثالثة والألف. نرجو تدخل من سيادتك لحماية نادي الزمالك من بطش ممدوح عباس. من يحمي ممدوح عباس حضرتك؟ مين يحمي ممدوح عباس؟ مين بيحميه حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي علي حمزة علي عبد العال من محافظة الأقصر. بشكر المستشار مرتضى منصور الأسد، الأسد الأسد يعني، وحب نادي الزمالك، اني بعشق نادي الزمالك ابا عن جدا ابا عن جدا. والمستشار مرتضى منصور اني اثبت ان نادي الزمالك فن وهندسه، يعني فن وهندسه، يعني نادي الزمالك ده في قلبي من جوه. وبشكر الاعلام، بشكر الاعلام واللي وصل صوتي المستشار منصور. ونفسي نفسي نتصور معاك يا سياده المستشار، امنيه حياتي نفسي اخش نادي الزمالك ده، يعني والله فرحة ما تتقدر ان الاعلام وصل صوتي ليك. وربنا سبحانه الله وتعالى متشكر، والله متشكر ربنا سبحانه الله وتعالى، وحب نادي الزمالك. هو مين مرتضى منصور يا ليلى؟ رئيس نادي ايه بقى؟ رئيس نادي الزمالك. برافو. طب وانت بتحبي مرتضى قوي؟ ايوه قوي قوي.